وصلنا مشاهدينا لفقرتنا الأسبوعية الخاصة بالجمال، وأكيد مع زينة بواب. اليوم حنتعرف على كيفية إزالة التجاعيد الموجودة في منطقة العينين وأيضا حول الشفاة في 5 دقائق فقط وبدون جراحة. مرحبا فيك زينة. أهلين رولا. زينة، يعني مشكلة بيعاني منها تقريبا كل السيدات والرجال أيضا، وهي مشكلة التجاعيد حول الأعين وأيضا في منطقة حول الشفاه تحديدا. خبرينا كيف هو هذا الحل ب5 دقائق، يعني شو سر هالحل تحديدا؟ هلا هي الحلو فيها أنه طريقة كتير سريعة، وب5 دقائق بنروح كل مشاكل تحت العيون، التجاعيدات أو فوق الجفن أو حول المنخار. إذا حدا تعبان، حدا بده يروح لسهرة وبدون جراحة وبدون أي حقن. هي القصة. إذا هلأ بنحب أكيد إحنا عندنا موديل موجود بالاستديو وحيفرجونا على الهواء مباشرة. صح، على الهواء مباشرة. قررنا أنه نفرجيها للحلقة هيدي على الهواء لنفرجي أنه مفعول الدواء هو حقيقي وب5 دقائق. فهلا ميغان بدها تفرجينا كيف رح تشتغل على الموديل اللي موجوده. هي عند الموديل الصغيره مثل ما شايفين. صح، مزبوط. عندها تجاعيد حول عينها، واذا فيها تضحك شوي بنشوف تجاعيد عينها وفوق الجفن. حتحط هلا الكريم هيدا. وين عم هلا هي عم بتركز ميغان وين في العجبين، تجاعيد بالجبين. صح. عم بتحط الكريم وبعدين بتنطر 5 دقائق ومنشوف كيف هالتجاعيد كلها يعني راحت، وخصوصا لحول المنخار. هو هيدا الكونسبت وهيدي الفكره بالاحرى. وقت الحرب من زمان بروسيا كان الحرب كله بالجليد وبالثلج. صح، مزبوط. فكان كل شيء يقزقز، كل شيء على البرد يتشقق الجلد. صح. فاكتشفوا انه في نبته بين كل هالجليد بتضلها كلها حياه وحيويه. هون علمت وين بدها تحط الكريم وين التجاعيد موجودين وعم بتحطه. فاكتشفوا انه هيدي النبته هيدي بتضلها حيه وسبحان الخالق، يعني ما عم تتقزز ولا عم بتموت. اخذوها الامريكان وحللوها باللابوراتوارات بالمختبرات الامريكانيه، واكتشفوا انه هيدي كتير منيح لتعطي كل داخلها دي ام اللي هو الفيتامينز اللي كلنا بنحب نحطه لنخلي الوجه تنشط خلايا ونظر وكل شيء. فزادوا عليها بعض الفيتامينات وصاروا هون بيستخدموها لتشد البشره. ب5 دقائق بتشدوا البشره. هلا هون بعد ما تحط الكريم بدها تهوي لينشف. ننطر 5 دقائق وبنشوف انه التجاعيد راحت. حلو، 5 دقائق بس زينة. يعني مكونات هذا الكريم اللي حكيتي لنا عنه مكونات طبيعيه، وحكيتي لنا قصه الورد اللي هي ضلت موجوده. نبتة. نبته مش ورد. مثل حشيش، حشيش بيعيش بالصخر بالثلج. حلو. حلو. طيب زينة، هاي الكريم ممكن نستخدمه على مناطق تانية غير الوجه ولا فقط الوجه؟ فيها تستعمله المرأة على الرقبة، فينا نستعمله على الإيدين، فينا نستعمله كل مناطق بنحس فيه تجاعيد. هلا بدك تقولي لي رولا يمكن قد ايه رح يضاين؟ صح، يعني تقريبا ممكن قد ايه يستمر مفعول هذا الكريم اللي هو 5 دقائق؟ خلال 5 دقائق بتكون النتيجة فعالة. صح، هو بيضاين 10 ساعات هيك مشدود. هلا إذا المرأة مؤقت بكون بس. هلا اذا هي بدها تغسل وجهها وتستعمله ثاني يوم مثلا، بتصير عم تستعمله ككريم حول العين كل يوم، فيها تستخدمه علاج. فيها تحطه بتنطر 5 دقائق بترجع بتغسل وجهها علاج، وفيها تستعمله لبرا. يعني بصير السيده تستخدمه استخدام منزلي ولا لازم تكون عند اختصاصي؟ لا، لا، فيها تستخدمه وين ما كان، وفيها تستخدمه بالبيت لحالها. مثل ما شفنا كتير سهل استخدامه وطريقه استخدامه، ولكن هي التحديد ممكن بدها تتعلم عليها. هلا ايه، هلا كل وحده بتلاحظ وين، يعني وين في كتير ناس بيضحكوا بعيونهم. فالتجاعيد دائما بتجي من هالضحكه هيدي. والتعب عند الرجال مثلا، اذا من ورا السفر، من ورا بيكون عنده بعدين ميتنج مهم مثلا، ما بده يبين كثير وجهه تعبان، فيه يحط منه كمان. صح. طب بالنسبه للرجل مفعول بيكون ابطا بالنسبه، ولا 5 دقائق؟ 5 دقائق زي المراه زي الرجل. كل انواع البشره هو 5 دقائق، وكل انواع البشره والالوان. صح. البشره. صح. حتى ميغن حاطه منه، وحتى الميك اب تبعها. فكنت عم بتجرب قبل على حد
حدا وحطت مع انها كمان صغيره فالعمر ما بيأثر بس هي بتحسي انه وجهك كله مشدود تحت العين اكثر شيء. يعني فينا نقول نجوم هوليوود كمان بيستخدموا يمكن هالطريقه لانه دائما بنشوف بما انه طلع من امريكا بيطلع من هوليوود أكيد. اثار جانبيه زينة ممكن ما تكون ما فيه ابدا رولا ما فيه اي اثار جانبيه في مين ما كان حتى النساء الحوامل فيها تستخدمه يعني ما طبيعي 100% طبيعي لانه هي عشبه هي عشبه وكثير جربوا يحللوا انه هالعشبه كيف بس سبحان الخالق يعني هي صح. فيها الفيتامينز هولي صح نشوف النتيجه على الكاميرا زينه يعني مده 5 دقائق بتكون النتيجه فوق الجفن مثلا كيف بتحسي عم ببلش ياخذ لو بتضحك نشوف يمكن انه في تجاعيد او لا نلاحظ كمان على الشمال كمان خفوا ويعني كل ما نطرت هلا 5 دقائق ل10 ماكسيموم فبتحسي بعدين وجهك كله هيك بلش ياخذ الشد تبعه يعني هذا الكريم اللي حكيتي لنا عنه زي الجبين سوري يعني اكيد لانه كان كثير فيه تجاعيد صح يعني فوق الجبين اكثر شيء عم ياخذ يعني هاي الاماكن اللي محددينها هي اللي تم استخدام الكريم عليها وبالتالي 5 دقائق اللي بتعطي نتيجه لمده 10 ساعات صح. طب بالنسبه للناس اللي بيعملوا او بيستخدموا البوتوكس هل هناك في صعوبه في استخدام هذا الكريم او لا؟ هلا ليكي اللي ما عم بيستخدم بوتوكس بيكون حل في كثير ناس ما بيحبوا الابر في ناس كثير بيعشقوا البوتوكس فيعني بدي اقول انه حيكون منافس للبوتوكس للي ما بيحب انه هذا البوتوكس بوتوكس يعني بالاخر بس اللي بيستخدم البوتوكس فينه يستخدم هذا الكريم ولا لا؟ اذا عندهم ايه اذا لانه اذا اللي مستخدم البوتوكس بيستخدم البوتوكس عجبينه وبعيون بس ما مستخدمه هون اكيد ففي يستخدم الكريم هون بس على المناطق اللي استخدموا فيها البوتوكس بيصير ولا لا؟ بيصير اكيد عارف. اكيد نفس المناطق ايه اكيد حلو كثير اكيد زين اليوم تعرفنا معك على طريقه جديده مشكله حل مشكلة كثير بتعاني منها السيدات والرجال وهي التجاعيد الموجودة حول منطقة العينين وأيضا حول الفم وممكن كمان عند الرقبة أكيد شكرا كثير لإلك زينة ومتشكر لألي. الموديل وأيضا ميغان اللي هي أشرفت على عملية مكافحة التجاعيد إذا فينا نحكيها شكرا لإلك زينة وإن شاء الله لقائنا بتجدد الأسبوع الجاي شكرا لك